أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من استديو التاسعة. نتحدث عن الشأن الفلسطيني بعد خبر اليوم، خبر مصرع القناص الإسرائيلي الذي استهدف قبل نحو 10 أيام شرق غزة من مسافة صفر. سنتابع الفيديو بعد قليل، وسنتحدث عن موضوعنا الأساسي مع ضيفنا حول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الجيش أو وزير الحرب الصهيوني بني جانتس. خلونا نرحب بضيفنا الكريم من غزة، الكاتب السياسي أسامة سعد. أستاذ أسامة، سعداء بوجودك معنا في استديو التاسعة، أهلا ومرحبا. أهلا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ أسامة. سنفصل في اللقاء الذي جرى بين الرئيس عباس ووزير الجيش الإسرائيلي، لكن اسمح لي مع الحدث اليوم، إعلان مصرع الجندي الإسرائيلي القناص متأثرا بجراحه كما أعلن. نتابع هذا الفيديو لهذا المشهد التاريخي. على كل حال، هذا المشهد الخالد، تفضل. طبعا هذه المواجهة من الشبان الفلسطينيين ضمن فعاليات مسيرات العودة، وهذا الشاب الذي أطلق النار كما لاحظتم من مسدس حربي بعد قليل تقدم. ها هو يتقدم، تقدم، جول، نعم، هدف تحقق بعد 10 أيام بشكل رسمي. يعني الهدف تحقق أستاذ أسامة، صار في مطمطة بتقديرك إسرائيليا بالموضوع قبل الإعلان عن مصرع هذا الجندي، أم لا بالفعل اليوم هو إعلان حقيقي ولا علاقة له بأي أمر آخر مثل زيارة نفتالي بنت إلى البيت الأبيض وغير ذلك؟ وأعتقد يعني الأمور أتت في سياقها الطبيعي. هذا الجندي كان في حالة وفاة سريرية أو موت سريري كما يقال طبيا منذ اليوم الأول، وكان متوقع وفاته، يعني هو ميت إكلينيكيا. اليوم أعلنوا عن وفاته بشكل رسمي. لا أدري، لا أعتقد أنه على خلفية لقاء بنت بالرئيس بايدن، لكن هي أتت في سياقها الطبيعي. أستاذ أسامة، طبعا طبيعي بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال، هي علاقة احتلال، نعم، علاقة مقاومة، علاقة أستاذ أسامة، علاقة قتال، وهذا هو يعني قدر الشعب الفلسطيني، أن يستمر في الدفاع عن أرضه، أن يستخدم كل ما يمكن أن تصل إليه أيديه في مقاتلة هذا العدو المجرم. رغم ذلك للأسف نرى أنه السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية في هذه اللحظات بالذات التي تتجلى فيها معاني الفداء الفلسطيني بأجمل صورها من خلال هذا المشهد الذي اجتاح العالم الإسلامي وطرب له العالم الإسلامي فرحا، نجد أنه هناك إدانة. وسمعت أنا خبر لا أدري مدى صحته، أن محمود عباس يعزي الآن الرئيس الإسرائيلي بمصر هذا الجندي الصهيوني. يقال الرسالة مفبركة أستاذ أسامة، حقيقة يقال الرسالة مفبركة، لكن لا ريثم يتأكد حتى لو كانت مفبركة فهي غير مستبعدة، لأن الرئيس عباس يعني للأسف عز الرئيس الإسرائيلي مرارا وتكرارا في أمور كثيرة جدا، يعني في وفاة قادة سياسيين إسرائيليين وفي وفاة ضباط وجنود إسرائيليين كثر، يعني فهذه ليست مستغربة. حتى لو كانت مفبركة فهي تأتي في سياق العمل الطبيعي للسلطة الفلسطينية. طبعا معذرة أستاذ أسامة، هذا القناص ربما سنفصل في دوره ودور زملائه في اصطياد أهلنا في غزة، كأنهم يمارسون هواية، قتلوا كثيرا من الشبان حتى من الشابات من الأطفال بطريقة وحشية حقيقة، وأحدهم الآن نال جزاءه على كل حال. لكن بالنسبة للقاء عباس ب وزير الجيش الإسرائيلي بعد انقطاع طويل، هل من أهداف واضحة من هذا اللقاء؟ هل من مبرر؟ السلطة الآن تحاول أن تبرر هذا اللقاء، وبدأت الأصوات المنتقدة له، يعني حتى من اليسار، قوى اليسار الفلسطيني واضح أنها تشن هجوما لاذعا بحق رئيس عباس بسبب هذا اللقاء. هل من هدف واضح؟ الهدف الواضح هو تعزيز وجود السلطة أمنيا في الضفة الغربية بعد أن وصلت إلى حالة متردية جدا وأصبحت في حالة عزلة وطنية كاملة، خصوصا بعد مقتل الشهيد نزار بنات وبعد التداعيات الوطنية التي
يعني شملت السلطة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، هناك حالة عزلة. كل الفصائل الفلسطينية، كل القوى الفلسطينية، كل شرائح الشعب الفلسطيني ترى في وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي عبارة عن وكيل أمني للاحتلال، وهي تمارس هذا الدور بكفاءة وجدارة منقطعة النظير، وهذا لا يلقى قبولا على الإطلاق من أبناء الشعب الفلسطيني إلا من بعض المنتفعين، الدائرة الضيقة المنتفعة من وجودها ومن الامتيازات التي تحصل عليها من السلطات الصهيونية، وهي بذلك يعني تحاول أن تربط نفسها بالاحتلال أكثر فأكثر. اللقاء يأتي في سياق تعزيز الأمن الإسرائيلي، وهذا ما لخصه يعني جانس في نهاية اللقاء حينما قال كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى أكثر، كلما كان الأمن الإسرائيلي أقوى أكثر، وكلما كنا لسنا مضطرين للعمل ضد المقاومة الفلسطينية أو ضد الإرهاب كما هو يسميه. اللقاء يأتي في تعزيز دور الوكيل الأمني، وفي هذا السياق حصل محمود عباس على 150 مليون دولار كقرض من إسرائيل بين مزدوجين كدولة، كدولة احتلال للسلطة الفلسطينية. يعني كيف تفهم هذه المعادلة إلا في سياق أنه شخص يشغل وكيلا أمنيا لديه ويدفع له الأموال مقابل أن يقوم بهذا الدور الذي يقوم به؟ طيب أستاذ أسامة، هل ترى رابطا بين هذا اللقاء وزيارة نفتالي بنت ولقاء رئيس حكومة الاحتلال بجو بايدن الرئيس الأمريكي؟ لا شك هي الحكومة الإسرائيلية هي غير متجانسة صحيح، لكنها كلها تعمل في إطار نظرية الأمن الإسرائيلي. بنت في لقائه مع بايدن لم يذهب للحديث عن دولة فلسطينية، إنما ذهب للحديث عن إعطاء بعض التسهيلات للفلسطينيين، وكأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية ليست قضية وطنية وقضية شعب فلسطيني وأرض مغتصبة. هم يتحدثون أصبحوا في هذا الإطار أنه ممكن أن نعطي بعض التسهيلات للفلسطينيين، نحسن يعني أسلوب عيش الفلسطينيين بشيء معين، وفي مقابل ذلك على الفلسطينيين أن يرغبوا بذلك ويصمتوا. في هذا السياق بالذات ذهب اليوم جانتس إلى محمود عباس وأعطاه مبلغ أو صرح أنه سوف يقرض سلطة محمود عباس 150 مليون دولار وبعض التسهيلات لبعض محدود من عائلة من لم الشمل لبعض العائلات الفلسطينية، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيذهبون للعمل في الأرض المحتلة 48 من الضفة الغربية. فهي تأتي في ذات السياق، يعني بنت يتحدث مع بايدن عن تسهيلات لحياة الفلسطينيين، وجنس يتحدث مع عباس في هذه التسهيلات، وهو عبارة عن انسجام وتكامل في الأدوار، وهو ترابط فعلي يعني في الحديث مع الإدارة الأمريكية وتنفيذه على الأرض مع محمود عباس. كيف يمكن الرد فلسطينيا بدقيقة لو سمحت لي أستاذ أسامة على هذا اللقاء؟ الرد فلسطينيا هو ما يحدث الآن على الحدود الشرقية لقطاع غزة أو الخط الزائل في عمليات الإرباك الليلي، وما يحدث في الضفة الغربية أيضا من نقل التجربة من عمليات إرباك ليلي في بعض المناطق الفلسطينية ضد المستوطنات الإسرائيلية، ما يحدث من ثورة شعبية يحاول محمود عباس أن يخمدها بكافة الوسائل من خلال الاعتقالات، من خلال الملاحقات، من خلال منع أي نفس مقاوم في الضفة الغربية. وللأسف يعني حينما يلتقي مع جانتس بكل هذا الود وكل هذا الترحيب، هو يقول لا حوار مع المقاومة، لا حوار مع حماس إلا بشروط الرباعية التي هي في الأساس شروط إسرائيلية، يريد أن يفرض على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية الشروط الإسرائيلية التي تبنتها الرباعية الدولية، ويريد أن يحقق هو كمحمود عباس ما عجزت عنه. هذه مفارقة محزنة حقيقة أستاذ أسامة، بين المزدوجين المجتمع الدولي في فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وهذا لن يحدث. هذه مفارقة محزنة، بدلا من لقاء القيادات الفلسطينية لقاء مع مجرم حرب وزير الحرب الإسرائيلي. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب السياسي الفلسطيني أسامة سعد، شرفتنا في هذه الحلقة من استديو التاسعة، أهلا ومرحبا بك دائما معنا من قطاع غزة الحبيبة. مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من استديو التاسعة، نستودعكم الله.